مرحبا البنات، كديرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. كما كتشوفوا البنات، اليوم ان شاء الله غادي ندير معكم الفطير. كما كتشوفوا يا البنات، اليوم غادي نوجد معكم ان شاء الله الفطير المشلتت المصري. هنا عندي نص كيلو ديال الدقيق ديال الحلوه، درته في العجانه. غادي ندير عليه نص معلقه صغيره ديال السنيده، غير نص معلقه صغيره. وغادي ندير الملحه، شويه الملحه صافي. وغادي ندير الماء بارد، غادي نجيب شي معلقه، غادي نخلطهم هو الاول مزيان باش ما يطرش ليا الدقيق على الفران وعلى هاد العجينة. هادي كتكون شوية جارية، ما كتكونش قاصحة، ما كتكونش بحال ديال المسمن ديالنا حنايا ولا ديال الخبز، كتكون شوية جارية. دابا هادي غادي نعجنها مزيان، نشعل دابا العجانة. صافي البنات، دابا هادي غادي نشعل العجانه ونخليها حتى تعجن مزيان ان شاء الله، ونرجع معكم. هنايا البنات، هاني صافي عجنتها مزيان، شفتوها كتكون مرخوفه، هي هادي كتكون مرخوفه بزاف. خديت هذا دهنته بالزيت ودرت فيه ديك الخبزه، غادي ندهنها ثاني بالزيت، الزيت الروميه. صافي، وغادي نغطيها بالسلوفان. ناخذ السلوفان نغطيها. هادي دابا البنات غادي نديرها في الثلاجة مدة ساعتين، كنت غنقول لكم عامين والله الا كنت غنقول لكم عامين. المهم هادي دابا غادي نديرها في الثلاجة ساعتين حتى تطلق مزيان، قد ما طلقات قد ما كتجي دغيا كتورق. المهم غادي نديرها في الثلاجة ساعتين ماشي عامين، ونرجع معكم ان شاء الله. البنات هاي العجينه من بعد ما قرصتها خليتها ساعتين في الثلاجه، خرجتها قرصتها. هنايا رشيتو بالدقيق هو الاول، هذا البلاطو رشيتو بالدقيق هنايا وقرصت فيه هذه، لحقاش كتكون رطبه بزاف. كناخذ الزبده، عندي 100 غرام ديال الزبده، غادي نطلي بها هاد الخبزه كلها غير بيديا، نحاول نقدها غير بيديا ماشي بالمعلقه ولا بشي حاجه، لحقاش باش ما تقطعش ليا العجينه، عندي شويه الزبده قاصحه. المهم البنات، انا غادي نطلي هاد الخبزه كلها بالزبده ونرجع معكم. هنايا البنات كما كتشوفوا هي درت ليها الزبده، طلتها كلها بالزبده. دابا غادي ناخذ هنايا ونبقى نتنيها بحال هكا العجينه. غير على ربعة، نشوف على حسب شحال احسن باش تجيني مقاده في العبه. غادي ندير ليها بحال هكا، شتو يا البنات؟ نعرف باش مقاده ليا. كنجيب البنات شي تبصيل بحال هكا، هذا راه دهنته بالزيت. دابا غادي ندير فيه هادو،
حتى هما غادي ندهنهم بالزيت. ندهنهم بالزيت مزيان. دهنتهم بالزيت مزيان هادو. دابا هادو غادي ندير لهم السلوفان. غادي نغطيهم بالسلوفان وغادي ندخلهم للثلاجه ثاني ساعتين. ضروري تغطوا مزيان. صافي البنات دابا هادو غادي ندخلهم للثلاجه ثاني. غادي ندخلهم للثلاجه لمده ساعتين عاد غنخرجهم ان شاء الله. البنات ها هي دابا هادي غادي نقرصها مزيان. هنا دايره الزيت، الزيت الروميه غادي نقرصها. واخا تقطع معليش باقي غادي تجمع. غادي نرش شويه الزيت. ناخذ الاخرى حتى هي نقرصها مزيان. اللي بغات تقرصها بالدلاك تقرصها بالدلاك بحال بحال. انا كنقرص في هذا البلاطو ما غاديش يساعدني باش نقرص بالدلاك. شو ديك الزبدة تبان ليكم ولا لا؟ صحت والعجينة ملي كترتاح دغيا كتقرص. صافي دابا غادي نشد تاني هاد القنت هكا الوسط هكا الا مبغيتيش ديرو ربعة ديرو فيهم ستة لكم. صاد الكويرات ملي كتقطعوها كتقطعوها على ستة، ولكن كيجيوكم صغار يجيوكم صغار. واحد الخطره درتهم درت فيهم غير درت فيهم ستة جاوني صغار بزاف. ها هما قرصتهم درت لهم بحال هكا، ماشي قرصتهم زعما قرصتهم عاود جمعتهم درت لهم بحال هكا وغطيتهم بالسلوفان. دابا غنخليهم ثاني هادو يرتاحوا نص ساعه. نص ساعه خصهم يتغطاو مزيان باش ما يديروش ديك القشره الفوق. صافي دابا هادو غادي نخليهم ثاني نص ساعه عاد غادي نقرصهم ونطيبهم ان شاء الله. دابا البنات انا كنقرص هاد المسمنات هادو، ما غاديش نقرصهم بزاف باش ما يجيونيش رقاق. نحاول نقدها
وتما دايره المقله، دايره المقله تسخن، سمحوا لي تكونش رقيقه كما قلت لكم. شتو الزبده كتبان صافي. هنايا دابا في المقله غادي ندير، غادي ندير الزيت، عوجتها شويه ولكن معليش. هذه المقله ناشفه ما سخناتش مزيان، المقله خصها تكون سخونه بزاف باش ما تلصقش فيها. دابا انا درتها باقي ما سخناتش بزاف، باين ليا غادي تلصق كل معليش. المهم نخليها حتى واحد شويه وغادي عاد نقلبها. هنايا درت الاخرى البنات، غير غادي تشد فراسها غادي نقلبها. ديك الزبده اللي كتخرج، كتخرج فيها ديك الزبده. هنايا غادي نرش شويه الزيت، خليها تحمر صافي. دابا غادي نكملهم على هذه الطريقه هذه، عاد كاين المسمن العادي غادي نقرص الاخرين ديك الجوج اللي بقاو ليا. المهم البنات الا بغيتو سميتو قطعوهم على 6، يا 6 الكويرات يا 4. واحد الخطره كما قلت لكم درتهم 6 ودابا بغيت نديرهم غير 4، كيجي مورق. هي البنات دابا غادي نقلبها، خصني نخليه يتحمر مزيان. كيكون مقرمل معتوه، ها هو البنات المسمن، ها هو من بعد ما طاب هو هذا. شتوه ماشي المسمن، الميشالتيت، الفطير الميشالتيت المصري، هو شتوه، شتوه كي كيكون هو هذا. هي عرفتي تحرقت في يديا، مقدرتش نقطع عليكم. هو هذا البنات كيجي زوين، تحرقت في يديا مقدرتش، عرفتوا الله الا كيجي، كيجي زعما زوين، كيجي رطب، كيجي كله مورق. هاي تحرقت في يديا ما قدرتش نبقى نوري لكم. هو هذا عرفتي بديك الزبده كي كيكون في الداخل كيكون هشيش ويكون رطب. ها ارمي يدي كضرني. نتمنى يعجبكم البنات.